تخرج من المدينه وتتكون انت اصلا في المدينه ولفتي واحد الجو ديال المطر الطوموبيلات الغازات يعني واحد الجو ديال الضجيج ضجيج في الضجيج يعني فاش كتخرج بالحاله بحال هاد الاجواء هادو يعني تلقى واحد الصمت واحد الصوت ديال الطيور العصافير يعني واحد الخضوريه يعني كتبدل النظره ديالك يعني انت نفسيا كترتاح نفسيا كترتاح لهذا لكل واحد لكل واحد انه تحس بواحد الضيق تحس بانه مخنوق وشي حاجه بدل الجو حاول تسافر ولو النواحي خرجي على المدينه لونتوغاج ديال المدينه خرج عليه سير هنا الشريطه وسط المدينه انها فقط يكون فيها صوت ديال العصافير انه يكون يعني شي حاجه مغايره على اللي انت مولف بها وكونوا متاكدين انكم من بعد غتحسوا بالفرق ولا ما حسيتوش بالفرق رجعوا جيو قولها ليا تحياتي وليد إغيل peace and love.